صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الثلاث 6 فبراير 2024. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة وكل الحاجات وكل الأمنيات الحلوة، والعيد ميلادهم 6/2، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. صباح الفل. صباح الفل يا اسحاق. الحمد لله، صباح الخير، صباح السعاده، صباح الابتسامه، صباحكم كده يا رب كل رزق وعافيه وراحه بال وكل الحاجات الحلوه والامنيات الجميله على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. يا رب يوم حلو عليكم، والحلقه النهارده تبقى حلوه ومفيده وتعجبكم ان شاء الله. بصي هبتدي انا الموضوع بس عن شرط. بجد لما تيجي تجاوبي او انت تقولي رايك بامانه، تقولي اللي بتقوليه قدام الكاميرا هو اللي بتقوليه ورا الكاميرا. اولا انا اللي قرر، ماشي؟ قررت تفصلي يعني ما بين؟ لا انا مش يعني واحد، بس عشان نبقى واضحين تماما، لو في راي مش هينفع اقوله ما يبقاش عندي ازدواجيه، عمري ما هقول لكم كلام قدام الكاميرا من ورا بقول عكسه، ده اول حاجه. ماشي. لو الراي بتاعي اللي هو واحد مش هيتغير، مش هقدر اقوله، فمش هقول، هقولك مش هجاوب، لكن عمري ما هقول رايي ابقى بوشين يعني. عمرك؟ لا مش بقصد بوشين، لا في اراء. ما انا لما اقول اجابتين اجاوب للناس واقول لهم كلام عكس قناعاتي ابقى بوشين، وانا مش كده. فلو انا مش عايزه مش هجاوب. انا ما قلتش وشين خالص بقى، انا بقول مش انت اللي عايز تتخانقي على فكره، انا ما قلتش وشين. لا سيدي انا اللي بقول، انا ما قلتش حاجه اصلا، انا مش بتخانق معاك، انا بقول رايي، بقول قناعاتي، بقول لكم ان انا لو حاجه هعرف اجاوبها هجاوبها. غير وشين ولا رايين، قول اللي انت عايزه. اتفضل. الموضوع عادي على فكره، بسيط خالص، يخص الناس ويخص المجتمع وبتاع. طب ما تفتح، انا فيها دراما من اولها، احنا ما قلناش حاجه. لسانك خالص، اتفضل. خلاص يا جماعه، الموضوع عادي جدا وبسيط، وبسيط خالص. وبنسال النهارده اذا كان ابني او بنتي في مرحلة الاختيار، سيبك من ابنك أو بنتك في الطفولة اللي انت بتختار له المدرسة ونوع التعليم اللي هيتعلمه، هو مجبر ان هو ينفذ تعليماتك في الحتة دي. يعني الطفل هو صغير دخلته مدرسة حكومة، مش هيقولك يا بابا دخلني خلاص، دخلته خاصة مش هيقولك دخلني لغات، دخلته لغات مش هيقولك دخلي انترناشنال، انترناشنال حتى هتختار له انت الامريكان ولا الاي جي براحتك، انت بابا وماما وتختاروا اللي انتوا عايزينه، فما اخترتوا مكان السكن. لكن لما بيكبروا ويبتدي مراحل الاختيارات المصرية بتاعتهم، بداية من ثانوية عامة هيدخل علمي ولا أدبي، بعد كده هيسافر، بعد ما خلص هيدخل كلية إيه، هيسافر ويهاجر ولا يقعد في البلد، هي هتتجوز اللي هي عايزاه ولا اللي انتوا عايزينه. بصراحة لو انت شفت ان ابنك أو بنتك بيختار اختيار انت شايف ان هو مش مناسب ومش متوافق مع ارائك، هتعترض وتبقى واقف قصاده ولا هتكتفي بالنصيحه والارشاد وخلاص؟ بمعنى بنتك النهارده او بنت حضرتك متقدم لها عريس، تمام؟ العريس ده يعني هي شايفاه ان هو كويس وطايره بيه جدا جدا، لكن حضرتك وحضرتك شايفين ان هو هيعيشها في مستوى اقل بكتير جدا من المستوى اللي انتوا عايشين فيه، هيتعبها، هتبقى هي تعبانه معاه، بس هي تحت تاثير العاطفه والبحبه ومش قادره استغنى عنه وهو ده اللي انا كنت بحلم بيه وكذا 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 وكذا. هتسيبوها تتجوزه ولا هتقفوا قصاده؟ ده مثلا حاجه. ابنك الوحيد قرر يهاجر، ياخد مراته وعياله ويهاجر، هتقف قصاده وتقول له لا ده انا عملت ده كله عشانك انت، وانا يعني جبت لك احلى شقه اقدر اجيبها وجبت لك احلى عربيه اقدر اجيبها، من فضلك ما تسافرش، انا ماليش غيرك ومش هقدر استغنى عنك، لازم تقعد، ده قرار مصيري يخصه هو بس انت متحكم فيه. على الجانب الاخر بابنك اختار عروسه وحضرتك شايف ان هي برضو مش مناسبة لاسباب كتيرة جدا، شكلها غيركم، العيلة بتاعتهم غير اللي انتوا اصلا متخانقين معاها وعاملين معاها مشاكل كذا 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 كذا، هتكتفي فقط بصراحة وبكل صراحة تكتفي فقط بالنصيحة ولا هتقف قصاده بما ان هو ابنك او هي بنتك؟ فين السؤال اللي عايزني اجاوبه؟ قلت لي جاوبي نفس السؤال. انا عايز الناس يبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، ابعتوا لنا وقولوا لنا او اتصلوا بينا. انت ما تجاوبيش حاجه عشان لا، طب ايه رايك نتفق على حاجه؟ عشان انا بس عشان اللي يتقال لازم يبقى اللي مش عارف ايه. طبعا. طب تعالى كبرت المواضيع بامانه، مش هي اصلا المواضيع بسيطه. استنى بس اقول لك، نتفق على حاجه. انا اقول لك احنا كنا بنتناقش في نفس الفكره قبل الهوا، فانا قلت رايي وسحق الراي،
انا عندي استعداد نعرض الرايين وقول اللي انت قلته وانا اقول اللي انا قلته. ايه رايك؟ موافق؟ موافق. ماشي خلاص تمام. قولي. برضو يعني بما ان اسحاق قدم الفكره اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهارده، فانا وجهه نظري ان لو انا شفت، لا انت احكي القصه. ثانيه هقول، احكي القصه وقولي وجهه نظرك. هتقولي وجهه نظرك قبل القصه؟ ما انا سبتك ما قطعتكش على ماشي فكرة. قولي خلاص. انا لو شفت ابني او بنتي رايح ناحيه البلكونه واقف وهو مش مدرك هو بيعمل ايه وقاعد بيهزر وهيرمي نفسه من البلكونه، هقول هكتفي بان انا واقفه من بعيد كده بقول له حاسب كده انت هتقع؟ لا على فكره انا ممكن جدا ان انا انقذه واجري وامسكه ان شاء الله من هنا وانا هعمل كده وهشده عشان ما يقعش وانقذ حياته وانا هعمل كده. خلاص ده مبدا، فانا مش هكتفي بالنصيحه. الفكره اللي انا بقوله ده عشان اقول ان احيانا ما ينفعش اكتفي بمجرد النصيحه. ما تقولي قصه وقولي رايك. أنا الجزئيه يا اسحاق انا ما قطعتكش ماشي. الأجزاء اللي هو اتكلم فيها سواء من ناحية التعليم أو الجواز، إحنا فتحنا نقطة إن لو عندك بنت إسحاق، لو أنت هتجوز بنتك، لو أنا هجوز بنتي متقدم لها النهاردة عريس مش متوافق مع ظروفه المادية، مش أحسن حاجة. هو قال أنا لو هو حد مجتهد، حد شايف فيه طموح، أنا هسنده. طيب انت هتقبلي تجوزي بنتك لحد امكانياته بسيطه؟ انا قلت لا، لو مش متوافق معاها، ولان انا بشوف ان التوافق المادي والاجتماعي بين الناس ده اساس مهم جدا جدا للنجاح الحياه الزوجيه. واللي منكم بيتفرج وداس في التجربه دي، انا عمري ما هشوف بنتي او ابني هيرمي نفسه في علاقة أو في جواز هيدفع ثمن وعمره كله وهو ما فيش توافق وانت شايف ده وهتقف تتفرج. لكن على الجانب التاني عمري ما هفرض على بنتي أو على ابني جوازة عشان أنا شايف ان دي فيها المصلحة وان مستوى الاجتماعي كويس والإمكانيات المادية كويسة أقوله لازم تتجوز ده ولازم تتجوز دي، مستحيل هعمل كده. لكن لو شايف ان ابني أو بنتي هيرمي نفسه في جوازة مش مناسبة لي، لا طبعا ان أنا هرفض. النقطة اللي احنا دخلنا في الديبيت فيها ان النهاردة هو شايف انه انتوا متقدم لها حد كويس، فهو يقدر مثلا يعني يساهم في انه ابو العروسة وهيجيب هو الشقة، فده صح ولا غلط؟ هتجيب الشقة هتكتبها باسم بنتك ولا باسم جوز بنتك ولا باسمك؟ وفي الثلاث حالات ايه الصح فيهم؟ وصح اصلا الفكرة ان انا ساعد انا اجيب الشقة هو ما عندوش امكانيات يجيب شقة ويفرشها ويوافق ولا لا؟ بصي انا كان الحكايه زي ما هي حكيتها كده بالظبط، ان احنا كنا مختلفين في الحته دي. لو انا بنتي تقدم لها حد، هي بنتها تقدم لها حد. الحكايه باختصار خالص، لو هو انا، فانا قلت لو هو انسان مجتهد، وحتى قلت يعني حتى كنت بقول بالظبط، بقول لو هو مثلا افرض هو من المنطقه اللي انا اوريدي اتربيت فيها، المنطقه الشعبيه اللي انا اتربيت فيها، وحد مجتهد او ابن حد صاحبنا او كذا او كذا، وعايز اتجوز بنتي، اقول له لا ليه؟ طب ما انا اصلا كنت من نفس المنطقه، بس انا كنت انسان مجتهد من وانا صغير، كنت مجتهد وكان باين ان بعد وقت ممكن ابقى حاجه كويسه في شغل، في اي حاجه. فاذا انا لقيت حد هو مجتهد وعنده تطلعات وعنده افكار وعايز يعمل وفعلا بيشتغل على نفسه ومجتهد، ليه لا؟ اذا كان شويه الفلوس اساعد بيهم فمش مشكله، اذا كان هي الصعوبه كلها في الشقه اجيبها انا لو اقدر، ايه المشكله ان انا اعمل كده؟ اكتبها باسم مين؟ اكتبها باسم بنتي، بقى يا ستي محلوله ما فيهاش حاجه. ماشي تمام، بس هو يعني يكون فعلا انسان يستحق ان هو مجتهد، فمش لازم اقول لازم هو يبقى من انت من نفس الليفل ومش مش عارف ايه نفس الليفل. هقول لك على حاجه، النهارده انت اول ما بدات على فكره مش معنى كده ان انت هقول لك طب اسمينا كمل. طيب مش معنى كده ان انا رايي صح وانت غلط؟ لا طبعا مش فمش حاجه صح وغلط، اختلاف اختلاف. انا ليه وجهه نظر انت كنت بالعكس، ممكن في مرحله من المراحل افكر زي ما انت بتفكر. بالمناسبه يعني النهارده انت اول ما بدات حياتك انت لسه بتقول ممكن يكون العريس اللي جاي لبنتي ده من المنطقه اللي انا اتربيت فيها، خلاص مثلا المنطقة عمرها ما كانت هي المشكلة أو هي العيب خالص، أنت بتقول أنا حد مجتهد. هي معنى أن هو ساكن في المنطقة، إذا هو مستوى معين. لا اسمعني، ما فيش واحد مستوى معين يجيب شقة ب 3-4 مليون جنيه أنت لما بدأت ويسكن في منطقة شعبية. أنت لما بدأت حياتك وكنت إنسان مجتهد ابتديتها على درجات، تمام؟ فالأول أنا أقدر أجيب شقة صغيرة في منطقة معينة، صح، وعشان مجتهد قدرت أكبرها وأنقل في حتة تانية، النهاردة عشان خاطر ولادي وأنا مجتهد ربنا إداني فعشت في مستوى كويس مثلا. وفي نفس الوقت لما اخترت اللي هشاركها حياتي
ما اخترتش واحده او انت كنت ضامن في الوقت ده لو رحت للمستوى اللي انت بقيت فيه النهارده كانت هتوافق او اهلها هيوافقوا. انا اخترت انسانه طلعت معايا السلم واحده واحده لغايه ما احنا الاثنين كبرنا. وعشان كده لانك اجتهدت بكرامتي وباحساسي ان انا تعبت في الحاجه لما جبت الشقه، على فكره ده احساس حلو قوي للراجل وللست اللي عايشه معاه، اني انا اللي اجتهدت وجبت الشقه وتعبت فيها وجهزناها مع بعض، واللي نقص من عند بيت العروسه هم قدروا يكملوه، واللي نقص من دول يكملوه، الاثنين تعبوا عشان يعملوا البيت غير ما انا بديله حاجه على الجاهز. مش طب ما ابني بياخد على الجاهز. هو النهارده لما انت النهارده عندك ابن هتجوزيه، هو الواد هينزل يشتري شقه لنفسه بصراحه؟ يعني انت جايب له الشقه من امتى ودافع فيه؟ ده ابنك يا اسحاق، مش جوز بنتك. ما انا بقول لك طب ما طبيعي. النهارده مين من ولادنا عنده قدره لما يتخرج يشتغل يشتري شقه؟ يعني مين من أيوة في الاخر بس ده ابنك في الاخر مش جوز بنتك، يعني انت بتساعد طبيعي. اي بساعد جوز بنتي؟ انا بساعد بنتي. لا اي بنتي. اب النهارده بيجيب لاولاده شقه هم صغيرين عشان الاسعار. اسمعي بس اتفضل. على فكره ممكن انا رايي يكون غلط بنسبه 100% او 120%. انا ما بقصدش ان انا رايي صح وانت غلط ابدا، ماشي فاهمه ازاي؟ لكن هو انا زي ما ساعدت ابني بساعد بنتي، ما هي بنتي يعني. ما يعني ليه هو ابني لما هيتخرج اسم الصليب عليها يشتغل يجيب يبقى معاه شقه؟ استحاله يعني. ما النهارده لما ظروف صعبه جدا، لما الواحد ومراته بيتخانقوا مع بعض اتنين وتحصل بينهم مشكله كبيره، مش احنا مش بنقول يعني بنتشائم خلاص والشقه باسمها طول الوقت هيبقى حاسس ان هي، وانت عشان الشقه باسمك بتقولي لي مش عارف ايه، انا خلاص هروح اسيب لك انا البيت واروح اقعد. طبعا عارف الموضوع بيبقى فيه حساسيات صعبه جدا. بنتي لو قالت له كده يعني، بنتي لو قالت له على فكره ده بابي اللي جايب الشقه، يبقى انا ما عرفتش اربي، يبقى دي شغلانه، يبقى برضو دي مشكلتي انا. هيحصل وارد انه يحصل. وارد مش بتكلم على بنتك، بيحصل بين الناس. وارد ما يحصلش. وارد يحصل يعني ولاد الناس وارد جدا ما يحصلش منهم كده. وارد يحصل حتى ولاد الناس بيتخانقوا مع بعض، ولحظه الغضب الواحد بيقول حاجات مش لازم هو وهي. لا ولاد الناس بيتخانقوا مع بعض، بس ما حدش لما بيتخانق مع التاني، ما حدش بيتخانق مع مراته يروح كسرها. بص يا سحي، في بس انا قناعاتي انا خلاص. احنا اتربينا على ايه؟ الراجل هو او اهله او باباه يعني، حتى لو بيجيب له هو الشقه على حسب امكانيات ويجيبها بتقسيط، وكتير من الشباب دلوقتي لو الاب كان تعب عشان يربيهم وما كانش عنده انه يجيب شقه، بموضوع ان انا اخد شقه تمويل عقاري واتعب وادفع اقساط ان شاء الله على 20 سنه. ناس كتير وشباب كتير بقوا بيعملوا كده لان هم مضطرين يعملوا كده. في الاخر انا تعبت في الحاجه عشان اجيبها، ولما بيبقى هو مجتهد ابو البنت شايف ان هو كده فبيجتهد هو كمان انه ما يغاليش في الطلبات، يعني ما يقعدش يطلب حاجات كتير قوي عشان خاطر يبوظ الدنيا. ممكن اقول نص دقيقه تاني؟ طب ما يمكن انا لما فكرت بالطريقه اللي انا بفكر فيها دي اللي ممكن تكون غلط، ما يمكن انا بفكر كمان بذكاء اكتر. بذكاء اكتر في ايه؟ قول. بذكاء اكتر في ايه؟ ان انا ممكن لو جوزتها لواحد في مستواها او مستوى اعلى منها، وبابي هو اللي جايب، باباه هو جايب له الشقه، وواد يعني على قده قوي، تفكيره على قده وبتاع، ولا حتى هو كويس بس في الاخر شغال موظف، في الاخر خلاص ده مش هيكبر. ويمكن انا فكرت ان انا استثمر في الشاب اللي هو اللطيف ده، اللي هو انا شايفه ان هو يبقى مستقبله حلو وعنده تطلعات كبيره، هياخد بنتي ويبقى في حته تانية. انت شايف ان معنى كلامي مثلا يعني مثلا اسمعني، انت شايف معنى كلامي ان انا لو انا ما روحتش للحته دي هجوزها لواحد لازم يبقى هو ابن بابي وبابي هو اللي جايب له كل حاجه؟ خالص. لا خالص مش معنى ده هو ده يعني خالص. ده مش النقيض لده خالص. انا بس بوازن، في حاجه انت مش واخده بالك منها. انا بوازن في حاجه انت مش واخده بالك منها. ان مفيش يعني مثلا انت عايزه مثلا هجوز بنتي في مستوى اجتماعي معين، يعني مفيش شاب هيبقى عنده حاجه و20 سنه وهو جاب من نفسه الشقه اللي في مستوى اجتماعي معين، الا بقى لو هو طلع من هو صغير كان شغال بيل جيتس. الشقه اللي في مستوى اجتماعي معين دي مش لازم تبقى في كومباوند غالي يعني. ما هو مبقاش في حاجه يا جماعه، في حاجه في الوسط. مفيش وسط. لا في مصر دلوقتي صدقيني مفيش وسط. انا اقدر اصدقني في القصه دي. النهارده جبت وقسطت وعملت، مش في ناس كتير قوي بتعمل كده؟ كتير قوي ناس بتعمل وتقسط لباكو حاجه. بيقسط فعلا، بيقسط في الشهر 100,000 جنيه النهارده. في الشهر 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه صدقيني. انا بتكلم على الناس اللي بتاخد في الاسكان المتوسط والاسكان اللي مش عارف ايه، وكلها المشروعات دي النهارده جايه في اماكن حلوه. ده انت في الاماكن اللي هي اسكان متوسط بقى فيها اسكان متوسط بكام؟ انا عارفه انها غاليه، بس لما بيقسطها على 20 سنه. انت عارفه اسكان ما فيش هيبه. مش الكلام انت بتقوليه ده، يا ريت اقول لك على حاجه، لو في انا هاخد 5 شقق النهارده. ما فيش الكلام انت بتقوليه ده، مش موجود. اقول لك ده، انت عارفه اسكان المتوسط هو ينفع اقول على الهواء
القسط كام ومقدم كام وهقول لك عادي موجود، وانت اكيد عارف وادرى مني. لا مفيش، لا في، وانا بقول لك مفيش. انا معلش انا الحته دي بقى يعني اسكان متوسط، انت عارفه الشقه اسكان متوسط الحكومه بتطرحها بكام؟ بتطرحها بمليون 700 ومليون ماشي. ومليون 800 استني بس، مليون 800 صح، بيبقى عايز مقدم حوالي 800,000 جنيه وفي على 5 سنين او 4 سنين، فاهمه ازاي؟ لكن اسكان الاجتماعي لا مش على مش على تم مش مين قال 4 5 سنين، بقى بتكلم على 20 سنه ما بتدفعش 800,000 وما بتدفعش 8,000. انت عارفه الناس هتبقى تقول لنا ايه؟ انا عايزه شقتين من دول. طيب ماشي، طب يلا بينا. استاذ ثابت صباح الفل. صباح الخير يا استاذ هبه. يا صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا استاذ حاج. صباح الفل يا استاذ ثابت، اهلا انا بحضرتك. اشكركم على البرامج الجميله الحلوه دي اللي فيها توعيه كثير. ربنا يخليك يا استاذ ثابت. بالنسبه لابن او بنت مقبل على الزواج المفروض انا ما اقولوش لا على طول، ابين ورده ايه هتقدم الوحده او اقول له وجه الاختلاف. ايوه اقول له يعني دي ما تمثلناش عشان في كذا كذا كذا. صح. ما اقولوش لا على طول. ما اقول له انا وجه الاختلاف دي ما تناسبكش عشان ظروفها غير ظروفنا، مستوى الاجتماعي بتاعها غير مستوى الاجتماعي، يعني مستوى المادي غير المستوى المادي، يعني انا لازم اقنع بحاجات حقيقيه. ما اقولوش لا على طول يعني. لو قلت لا على طول مش هينفع. وبعدين لازم يكون المستوى الاجتماعي مناسب، ما يكونش واحد يعني واحد ابني يختار ابنه واحدة مستوى عالي أو بنت تختار مستوى أقل من مستواها. صحيح. لازم يكون المستوى التعليم واحد، مستوى الاجتماع واحد، مستوى المادة واحد، يبقى في توافق علشان يعيشوا في مستوى كويس مع بعض، ما حدش يتعالى على الثاني. تمام مظبوط. محدش يقعد يقول ده أنا اللي عملتك ودي أنا اللي عملتك ومش يعني لازم يبقى في حتى لو في فروق تبقى البسيطة، ولو الاثنين طلعوا كبروا مع بعض أهلا وسهلا يا ريت، دي تبقى حاجة توافق فيها فخر. تمام. يعني تمام. شكرا ليك. تمام. صباح الفل. يعني تيجي ناخد التعليقات. على العموم انا يعني هو صعب قوي ان الواحد يعيش حياته بعد مرحله معينه يجي يقول ايه انا عمري ما اخترت حاجه في حياتي، كل حاجه كانت مفروضه عليا. فالنهارده احنا بنقول ولا هتفرض حاجه على اولادك، ولا ينفع ان انت تسيبهم لاختياراتهم اللي ممكن تبوظ حياتهم وتدمرهم في المستقبل، وتبقى انت شايف ان ابنك هيقع في حفره، ان بنتك هتقع في حفره، وتقف تتفرج عليها وفي الاخر لما تيجي تشتكي تقول لا ما انت اللي اخترتي. طب ما انت لما هي هتنضج وتوصل لمرحله معينه او الولد وانت تقول انت اللي اخترت، يقول لك طب ما انت ما نصحتنيش، طب ما انت كان المفروض انك شايفني برمي نفسي وقفني. صدقوني الكلام ده سمعته من ناس كتير قوي، الولاد بتيجي في مرحله تلوم الاب والام، طب انت ليه ما حشتنيش ومنعتني طالما في ايدك؟ يقول عشان انا اديتك الحريه. ما الحريه ليها حدود ومساحه، في وقت لازم اقدم النصيحه ولازم اقف جنبهم، ولازم لو شايفه بيغرق نفسه لازم في وقت معين اتدخل. اوعى تكتفي بس بالنصيحه، بس في نفس الوقت انا مش هفرض عليه. يعني شايف ان في جوازه هتتعسوا، شايف ان في لا انا ممكن هتدخل في الوقت، بس ما افرضش عليه انه يتجوز حد معين. التعليم اعتقد ان دي اكتر حاجه احنا بيبقى لنا دخل فيها، ان انت لا احنا بنتكلم في مرحله ما بعد التعليم. لا انا بتكلم في الاختيارات، انت بتختار له نوع تعليم معين على قد اللي يناسب امكانياتك، كل ما في ايدك احسن بتقدم لاولادك، لان ده هيبقى يفرق معاهم في المستقبل. حتى في مرحله اختيار التعليم الجامعي مثلا يفترض ان الولد او البنت هو اللي هو عايزه. صح. انا بتكلم على اللي قبل كده، مرحله التعليم ما قبل كده هو ليس صاحب قرار او اختيار. بالزبط. يعني هو مش صاحب قرار او اختيار ان هو يدخل مدرسه حكومه او خاصه او انترنت، هو مش صاحب قرار، انا صاحب القرار، انا بتعامل مع طفل. لكن في مرحله اختيار الكليه هو صاحب القرار مش انا صاحب القرار. انت بتحلم بيه مهندس أنا دكتور، انا ارشد واحكي له عن احلامي وطموحاتي وبتاع، وانا كان نفسي اشوفك دكتور وانت اهو جبت يا حبيبي 99%، يلا بينا. يقول لي معاك جدا بس انا مش نفسي ابقى دكتور، انا شايف في نفسي ان انا هبقى مستشار كبير جدا فادخل كليه الحقوق. هو شايف نفسه كده حتى لو جايب 99% وهو وحقوق بتاخد مجموع اقل. ما اقدرش اثنين عنده. يعني الناس كلها انا عارفه دلوقتي من ضمن انا من ضمن المتابعين للمسلسل بتاع الدراما وبيننا معاد، وبشوف اللي هي البنوته اللي هي دخلت هندسه عشان ماما مهندسه، عشان جابت مجموع، عشان هي ماما كانت مصره على كده، في حين ان هي بتحب التصميم وبتحب الرسم والموديلات والموضه والازياء، ما بتحضرش محاضرات، مصره انها ما تذاكرش. هي تقدر تعمل على فكره وتقدر تنجح في هندسه، بس عند في ماما اللي فرضت عليا الكلام ده انا مش هذاكر. وكم مره بتحاول تقنعها انها تدخل تطبيقيه او تدخل حاجه في التخصص اللي هي بتحبه وماما رافضه. فيعني ده اكيد مش صح خالص ان انا افرض على ولادي اختيارات انا اللي شايفه انها صح. فامنع او اتدخل لما تشوف ولادك بيرموا نفسهم في حاجه هتاذيهم وتضر حياتهم، بس ما تفرضش عليهم اختيارات هم مع الوقت هيعملوها. أنا شايف كلمة تأذيهم
كلمة كبيرة، كلمة تأذيهم دي لو بنتي هتتجوز أو مصرة تتجوز ولد مدمن ما تعافاش، وأنا شايفه أنه هو الولد ده أذية. أنا شايف أن ابني هيتجوز واحدة بتشتغل شغلانة لا يقبلها الأعراف ولا الاجتماعيات ولا أي حاجة مثلا يعني، أو هي ابني هيتجوز بنت هي ولد يعني بنتي هتتجوز ولد ضايع يعني، او انا اسف يعني ملوش مستقبل وبيقوم من النوم الساعه 4-5 المغرب ومعتمد على ماما ولا بقى يعني، ده فعلا امنعه يعني، امنعه بكل ما اوتيت من قوه. لكن احنا بنتكلم على اختيارات، انا بشوف ان الوضع الاجتماعي الوضع المادي لا يجب ابدا ان هو يكون المحدد الوحيد، الوضع المادي يحدد فقط الطرف الاقل ماديات من ده. هل في يوم ممكن يبقى حاجه كبيره يعني، هو النهارده خريج جامعه تمام، ده التوافق الـ يعني الـ التعليمي. طب هو النهارده فاتح ورشه كده صغيره، بس انا شايف الولد ده طموحه الورشه دي بكره هتبقى مصنع كبير، مصنع هيبقى كبير جدا. لكن هو الولد نفسه اتخرج يعيني فشغال وظيفه ب 3-4000 جنيه وما عندوش استعداد اصلا ولا فكر ولا فهم ان هو عنده استعداد حتى يطور من نفسه ب 3 جنيه، اعرف ان هو يفضل طول عمره كده، الاربعه يبقوا 6 والسته يبقوا 10 والعشره هيبقوا 12 وحاجات كده تمام. لكن في نفس الوقت ما فيش تطور. لكن انا مش حابب ان الظروف الماديه تبقى هي المحدد الوحيد، ده اللي انا بس حاولت اوصله. اتفضل يا ابي. رايي يا استاذ رمسيس يعني. معانا صباح الفل يا استاذ رمسيس. اسمحوا لي بس اعمل مداخله بالنسبه لوجهه نظر الاستاذ اسحاق في موضوع ان هو يجوز بنته لانسان اقل منها. كان في اخوان للقديس القرن الذهبي الفن بيقول: من اتخذ امرأة غنية فقد اتخذ سيدة له وليست زوجة. أما من اتخذ امرأة مناسبة له فقد اتخذ معينا نظيرا واقتنى لنفسه كل شيء حسن. تمام. ده القول القديس يوحنا الذهبي الفن. تمام. في كتاب اختيار شريك الحياة. بعد كده انت عقول قديس قلنا ذهب الفم. اما في موضوع ان انا بجيب شده لابني، فلا، انت ابنك نشا في مستوى اجتماعي معين فهو متعود على كده، فخلاص ما يعني مش هينفع انت تنزله عن كده، عشان كده انت بتجيب له شده. واشكر حضرتكم، وانا في الاخر انا 50 سنه ومش متجوز يعني، انا اسف ان انا دخلت في موضوع الزواج. لا خالص، ربنا يديك العمر. نورتنا وشكرا لمداخلتك يا رب، نورتنا. انا بس عايز اقول على حاجه على تعليق حضرتك. يمكن القديس يوحنا ذهبي الفم يقصد بامراه غنيه اللي هي اللي هو يعني في الافلام يعني ابن الجنيني اتجوز بنت الامير. لا نقصد ابدا بهذا الراي، فاهمني؟ زي ما اقصدش خالص. لكن اذا مستوى اجتماعي كبير واجتماعي صغير، ما اقصدش بيها ان هو يروح يتجوز بنت الامير تمام. لكن اقصد بيها ان انت ساعدت جوز بنتك او ساعدت بنتك ان هي ترتبط بالانسان اللي هي شايفاه مناسب ليها وبتحبه، انا اعتقد ده فضل يحسب ليك وليس ضدك، فضل يحسب ليك وليس ضدك. فانا ده اللي بقول عليه، مش اكتر من كده. شوفوا استاذ عماد، صباح الفل. صباح الخير يا فندم. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك، اتفضل. اهلا بك يا فندم، ازيك يا استاذ عماد؟ الله يخليك. الحمد لله. اهلا بيك يا استاذ عماد، اتفضل قول لنا رايك ايه النهارده. رأي النهارده، انا عايز بس اقدم الاول بنتي، كان عيد ميلادها امبارح. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وانت طيبه. اسمها ايه؟ اسمها رانيا عماد. رانيا، كل سنه وهي طيبه يا رانيا. خير يا رانيا، عقبال 100 سنه. اتفضل. ايش عندك؟ طب ايه رانيا عندها كام سنة؟ عندها 21. ربنا يخليها لك عقبال المية. وقول لنا بقى، طيب لو جه رانيا لو جه رانيا عريس دلوقتي وما عندوش امكانيات قوي، بس حضرتك تقدر ان انت تساعد، هتجيب لها انت مثلا الشقة لو تقدر تساعد معاه وتجيب الاجهزة لو انت تقدر، يعني ايه حدود ان انت تساعده او تقبل بيه؟
اجيب انا صدقني ما عنديش غير واد وبت. ايوه ربنا يخليهم. ولو في امكانيه اجيب لهم الدنيا كلها اجيبها لهم، لان انا عايش عشانهم هم بس. اشكر حضرتك جدا يا استاذ امان، شكرا لحضرتك. هما بس ممكن ناخد كده كام تعليق، بس حاجه واحده وممكن تقرا التعليقات فيه، بس هناخد كام تعليق في دقيقه برضه. هو بس استاذه منال عيسى كاتبه لنا مش هتبطلوا خناق وانتوا تعبتوا نفسيتنا. فاولا احنا اسفين ان احنا تعبنا نفسيه حضرتك، احنا مش بنتخانق، لكن لو حضرتك بتتابعي يعني اي نقاش فيه اختلاف وجهات النظر بيبقى فيه مناظره الراي والراي الاخر، فاحنا ابدا مش بنتخانق، احنا بقى بنطرح وجهات النظر. لو انا ليا رؤيه وسحاق رؤيه، واكيد في ناس كتير ممكن مثلا تتفق معايا تختلف معايا، تتفق معايا تختلف معايا، احنا بنتعلم مع بعض ازاي ممكن نقول الراي والراي الاخر، ابدا مش بنتخانق. وانا بقول لحضرتك احنا بنخرج من هنا قبل ما بندخل بنشرب القهوه، بعد ما بنخرج نشرب القهوه مع بعض، مفيش خناق ولا حاجه يعني. اتفضل يا سحاق. دي مش دعوه لشرب القهوه يعني. لا انا بتكلم ان عمر الاختلاف في الراي ما يخلي اتنين يتخانقوا مع بعض. كيلو بقى ب400 جنيه. طب ممكن نشرب الشاي مفيش مشكله. رنا نور بتقول الاهل غصب عنهم في عريس مهما تقول كويس، لما يتوافق بحاجه بسيطه يدخل ويخرج اكتر من سنه وبالساهل يسيبها لانه ما خسرش حاجه. عماد يوسف، فقره النقاش اللي بدا بيها البرنامج صدقوني بتدينا. لا يا استاذ عماد، برضه يا استاذ عماد، يا استاذ عماد يا استاذ عماد احنا ما بنتخانقش، احنا مختلف على فكره. احنا لو احنا طول الوقت متوافقين في الراي وارائنا شبه بعض، وفعلا احنا ارائنا مش شبه بعض في الحقيقه، مش بنطلع ندعي ده على الشاشه، بس احنا لو ارائنا شبه بعض يبقى هنبقى مسخين قوي يعني، هنبقى يعني الدنيا مش الطف حاجه يعني. بالعكس احنا بنقول يعني اتنين يعني اراء مختلفه ربما يعني ده يتوافق، وهي دي الحقيقه. وانا ساعات كتير بطلع على فكره ارائي مش مظبوطه وهي بتطلع ارائها صح، والعكس. والعكس طبعا. تمام. ولا وحضرتك في البيت انت يعني عمر، لو انت اولادك ارائكم زي بعض، لو انت ومراتك ارائكم زي، عمر ما هيبقى فيه اختلاف، لكن اكيد انت بتقعد تخانق معاهم وبتقنعهم وهم بيحاولوا يقنعوك وهي بتعرض عليك وجهه نظر، فطول الوقت افكارنا مش زي بعض. استاذه ماجده وديع، لازم ننصح وهم يختاروا. برضو بشوية شنودة، أحلى صباح عليكم، شكرا ليك. أستاذ خير سيدهم، أنا جوزت بنتين من بناتي والحمد لله، وقفت جنبهم أجوزهم من الألف للياء لأنهم يستاهلوا ده، وكان كل ما يهمني راحة بناتي وإسعادهم والحمد لله هم سعداء في حياتهم. أستاذ خير بيتكلم على يعني تجربة شخصية ليه، إن هو جوزهم ووقف جنبهم، واللي قدر يساعد بيه قدر يساعد بيه، وبيقول هم دلوقتي يعني سعداء. بص يا أستاذ ميلاد بيقول هدوا أعصابكم، محدش بيختار لحد حاجة، كله بيختار لنفسه. طيب في برضو ريري بتقول فكرة ان العروسة تجيب الشقة مرفوضة نهائي، العريس هو اللي تجيب الشقة 100%، اما الفرش هي تفرش او كحسب الاتفاق بينهم. استر عبد الوهاب بتقول صباح الخير، اربيهم تربية صحيحة مبنية على التفاهم، عند اختيارهم لشريك حياتهم هيختاروا صح، ولو حد اختار غلط لا طبعا اقنعهم واجبرهم انه غلط ولا وافق على اختياراتهم وربنا معاهم. في كمان استاذ رفعت بيقول صباح الخير والسعاده والورد عليكم، انا مع اسحاق يعني انا هديله بنتي حته مني اغلى حاجه في الدنيا، ايه الشقه مقابل بنتي ولا حاجه. بص جيميانا ابراهيم بتقول بحبكم قوي، اجمل فقره حواريه في الدنيا، بحس انكم بتعبروا فيها عن مواضيع حلوه، كمان بحس اننا جزء من البرنامج فعلا، رايي طبعا لاننا بننصح ولادنا وهم اصحاب القرار. شكرا ليك وشكرا لكل التعليقات، سواء اللي مع او ضد، او يعني كل التعليقات جميله وكل ارائكم فوق راسنا، واحنا بنحاول دايما يعني تبقى الفقره الحواريه بنناقش فيها موضوعات ممكن تمس حد او تمس الاسره، ومش معنى يعني زي احنا بنختلف في راي، مش معنى كده ان في راي صائب وراي مش ابدا، احنا بس بنقول اراء الناس ودايما ارائنا مختلفه. نخرج فاصل ولا عايزه تقولي كلمتين؟ لا لا يلا بينا، بس معلش قبل الفاصل في حد يعني بس عايزه اقول رفقا، احنا المخرج هيزعق لنا معلش نستحمل الزعيق عشان التعليق ده. رفقا بالاب او الام لما يبقوا كبار وما لهمش حد غيرنا، حتى لو احنا خدنا قرار السفر لازم نفكر هم هيعملوا ايه في عدم وجودنا، فيعني انا برجوكم مستقبلك ده حق ليك، لو انت مستقبلك في السفر ده من حقك، بس قبل ما تدور على حقك دور على البابا او ماما اللي ربوك وكبروك وتعبوا فيك، والنهارده لو في بديل كاخ او اخت او حد من العيله هيراعي بدالك يبقى سافر، لو ما كانش لازم
حل دي الاول قبل ما تعمل اي حاجه. انا ليه بقول ده؟ عشان في تعليق في تاج سامي بتقول صباح الخير، بالنسبه لو في ام ارمله وملهاش غير بنت او ابن وحيد قرر يعيش بره ويسيبها، مش دي تبقى انانيه من الولد او البنت، وخصوصا اللي بيهاجر؟ لاني شفت قدامي اللي ماتوا و مش عارفه ايه، اولادهم ما خدوش عزاهم لانهم ما كانوش موجودين في امور بيحصل لازم بيحصل هنقولها بيحصل. بس عايز اقول لك على حاجه هي بقى، يعني انا لو ابني هيهاجر وهو لو ابن وحيد حتى انا هسيبه. ليه بقى؟ ودي ناخدها حتى في حوار بعد كده. سيبه بالعكس، انت ممكن لو هو ماشي بشكل مظبوط ممكن بعد كده حضرتك تروح وتيجي عليه وتنبسط صدقني، وانت فرحتك دايما وانبساطك ان هو بيبقى مبسوط وفرحان دي عندك بالدنيا كلها. فاصل ونرجع تاني.